تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من لعبتنا نار. رجعنا وياكم على شاشة قناة زاكروس الفضائية ببرنامج لعبتنا نار. بالتأكيد حتكون لكم عندنا كثير من الجوائز وكثير من المسابقات الجميلة اللي ان شاء الله راح نخوضها احنا وانتم. طبعا اكيد راح تسألوني على هبة، وين هبة؟ موجودة وهي ملح البرنامج، وهبة زميلتي العزيزة والراقية والطيبة. طبعا احب اوجه لها تحيه حب واحترام وتقدير، هي موجوده ويانا، موجوده لعبوالكم. يعني اليوم تقولوا لي ها لعبتنا نار وعزيز لا هبه، يعني لعبتنا نار مع هبه عزيز وعزيز الخطيب. هبه موجوده اليوم. مشاهدينا الكرام حتبلش حلقتنا لهذا اليوم. طبعا حتى تشاركوني انا بالبرنامج، مستعدين على ان نستقبل اتصالاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه، ولبين ما نستقبل هذا الاتصال الطله الجميله العربيه والمميزه دائما من ازياء الغرباوي لتجاره الزي العربي الواقع بسوق الحي بقطاع 17 مقابل سوق الحي. طبعا مشاهدينا الكرام هسه شنو راح نبلش احنا وياكم اليوم؟ ضام لكم شكل تحدي، يعني شو تقولوا لي عليه؟ شكل تحدي والله، يعني هو تحدي من تحديات الكلمات الصعبه. وايضا خلوني اذكركم بالجوائز المقدمه من مجموعه من مراكز، مركز ريفورما وعياده جيتارا ومركز فيولا، وايضا عندنا تذكره سفر وسياحه، تذكره سفر مقدمه من شركه الروش للسفر والسياحه. طبعا هذه التذكره تكون داخليه، وعياده جيتارا طب الاسنان اليوم حتقدم لكم عرض مميز. بالتاكيد راح يكون تفاصيل هذا العرض مع زميلتي هبه. يعني هبه موجوده، هبه موجوده، لا حد يخابر ويقول عزيز مراد هبه من البدء، لا هبه موجوده. نستقبل اتصال هاتفي ويانا ونقول الو. الو الو. منيح؟ يابا الو. جاي. اليوم ما حد يخابر لين هبه ماكو؟ السلام عليكم. الو. السلام عليكم. طبعا اتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. شكرا لكم، الله يعطيك العافية. وان شاء الله صحة وسلامة وعافية لكل الناس. طبعا واذكركم ايضا بطريقة الاشتراك و طبيعة الاشتراك بداخل البرنامج، طبيعة الاشتراك ويانا، يعني شنو هي المسابقات الموجودة؟ عندنا مسابقة ذكريات الماضي، هاي المسابقة اللي من خلالها نستعرض لكم صورة من الصور القديمة، صورة تكون لأحد الشخصيات المؤثرة، يا أما يكون لاعب كرة قدم أو شخصية اجتماعية عامة أو فنان بكل أنواع الفن، يعني فنان موسيقي، فنان تشكيلي، فنان مسرحي. وأيضا عندنا لعبة الحروف، طبعا احنا بدنا نساعدكم جدا بلعبه الحروف، بدنا ناخذ الحرف الاول من اسم كل متصل، وبدنا نقول له انطينا على كل حرف اسم انسان وحيوان ونبات وجماد وبلد. وايضا عندنا لعبه الفوانيس اللي تكون هي عباره عن ثمان فوانيس، بداخل كل فانوس حيكون سؤال. صراحه انا ما اعرف شنو طبيعه الاسئله اللي تكون بداخل هذه الفوانيس، لكن طريقه المساعده موجوده عندنا 100%. كل الاشخاص اللي يشتركون ويانا يعني بمجرد ما يتصلون هم دايركت راح يدخلون للقرعه الخاصه بسحبه ال 7 مليون دينار عراقي. والجنطه موجوده اليوم، مكان هبه كلش خالي، ونستقبل اول اتصال هاتفي ونقول الو. الو السلام عليكم. الو الو. الو السلام عليكم. الو مساء الخير. الو مساء العافيه. اتوقع اكو مشكله بالاتصال لبين ما يتامن هذا الاتصال. خلوني احكي لكم شوي على طبيعة البرامج اللي تتقدم الآن من قبل شاشة قناة زاكروس الفضائية. طبعا شاشة قناة زاكروس الفضائية غايتها الأولى والأخيرة هي تقديم الفرحة لكل الناس. وعلى ما يبدو عاود الاتصال مرة أخرى ونقول اتصال هاتفي. ألو ألو ألو. شو الموضوع؟ ألو مساء الخير. ألو 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 تسمعني؟ إي أسمع أسمع. أهلا وسهلا. أهلا بس أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بلويات. اهلا وسهلا بها بالمتصله، واهلا وسهلا بهبه حبوشه. حبوشه مساء الخير والعافيه والبركه والمحبه والامان والاستقرار. ما يستقبلوني بدك تشوفين هبه؟ ما يمسون علي من البدايه. قلت لهم مكان هبه فول خالي وهي موجوده اصلا. جيت اسمع. شفتي شلون؟ اي دائما حاضر كل دقيقه. اليوم احنا اصدقاء. لا ويذكر هبه 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 طبعا.
هي اصلا ملح ملح البرنامج. حبيبتي البرنامج منور باصواتكم. اول شيء مساء الخير والعافيه عليك يا عزيز وعلى كل الكادر على كل مشاهدينا. وايضا احب اوصل شكر لكل مراكز التجميل اللي موجوده معنا، مركز ريفورما للتجميل والليزر، وايضا مركز فيولا للتجميل والليزر، وايضا عياده جيتار للتجميل الاسنان، بالاضافه الى شركه الروشه للسفر والسياحه. لعبتنا نار واليوم جوائزنا نار. مو بالله. نتعرف على اسمك، اسم المتصله. نور محمد مجيد من بابل. نور محمد مجيد من بابل، بما انه انت جيتي هبه وجيتي شاي كانت خير على نور. ايه تفضل اتصالي لك. انا جبت فشي وياي بس هسه يجي وراي. يلا ماكو كل مشكله. ومساء الخير نور. مساء النور حبيبتي. حبيبي اليوم شنو فطرتي؟ والله شوربه. شوربه هي اذا ماكو شوربه يعني احنا شنو ما عندنا اصلا رمضان طبعا، يعني هاي الهويه العراقيه شوربة العدس. شوربه العدس صح. يلا انا فاتت اتصلت عليكم. اي وحصلتيني لما حصلتيني انقطع عزوز همين اجيتي وانقطع الاتصال. سود علي. يلا اليوم انا نعوضها نعوضها. يلا تلعبين فوانيس لو نلعب محبس لو نلعب احرف اللي تختاري. احرف. يلا احرف نقعد ونلعبها. يلا خلينا نقعد ونلعبها. طبعا انت اسمك نور واول حرف من اسمك حرف النون. يلا نريد اسم انسان واسم نور. حيوان وجماد ونبات. يلا ولبين ما تقوليهم انا افتح الجنطه. يلا يلا نور بلشي. نمسي على الجنطه. اسم الانسان نور. نور عاشت الاسماء. واسم نبات نومي حامض. نومي حامض. نومي حامض حلو. واسم جماد واسم دوله نينوى. زين اوكي محافظة نينوى. اوكي اوكي محافظة. او اسم جماد عزوز نيون. نيون 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 الشمعة. اوكي نيون. زين يلا شكرا لاتصالك يا نور. شكرا نور. اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حياك. هلا بيك. نحمد الله رمضان كريم. نحمد الله ونشكر اللي حصلناه. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله. اهم شيء المشاركه وهذه الطلعه الجميله. الله يسلمك. بها وانا احب اوجه تحيه وشكر وتقدير للمخرج وللكادر كله ولكم على هذا البرنامج الجميل اللي احلى برنامج شفناه برمضان. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لاتصالك وشكرا على كل هذه الكلمات الراقيه والمحترمه. اكيد اصلا مو بس احنا اليوم نونسكم، انتم ايضا تعطونا دافع وطاقه طبعا. فعلا حتى كل يوم نقدم لكم جوائز احلى ونطلع عليكم بابتسامه حقيقيه. يلا تلعب ويانا؟ اي نعم العب حروف. حروف يلا. ما اعطيتكم اسمي. يلا ناخذ انت ضيعتنا. كلماتك الحلوه كلماتك الحلوه ضيعتنا. عبيد من كربلاء الله يسلمك. عباس عبد عاشت الاسماء. لا العفو عادل عباس عبد عادل عباس وهم عاشت الاسماء يا عادل. يلا عدولي. نلعب حروف. يلا حروف. يلا حروف. يلا حرف الباء. ايش معنى الباء؟ من هي هاي؟ من هي محضر محضر الاسئله غير اريد اربح. من هي اللي بلش اسمها بحرف الباء؟ من هي؟ من هي اللي بلش اسمها بحرف الباء؟ والله ما ادري. ها عادل. ماكو بالقلب واحد بحرف الباء؟ لا 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 ما ابد. غير الحروف غير الحروف اكو بالقلب. اي حرف بالقلب احنا نريد. بالقلب وي كوثر عندي كوثر في الورد. حبيبي راسا قال اسمها. راسا راسا يلا الله يخليك يا الله يخلي لكم. يلا حرف الكاف. اي هي كوثر. يلا. ليش؟ اي. اي المدينه كربلاء وانا من كربلاء. اي اهلا وسهلا. الله الله. اي وفاكهه كاكي. كاكي الفاكهه كاكي. اي كاكي فاكهه. اي اي زين بعد دوله والجماد كرك. قال كرك وكربلاء وكوثر وكاكي. صفقنا صفق لك يا تستاهل المساعده انت اول ما شاء الله اول ما بلشت يا كوثر. بدور اروح لك معتز. نعم عزوز حبيبي. نعم. ممكن صديق ويا عسكري طبعا بالدوام هسه بالواجب لازم واجي وسهرانين لعيونكم. نعم. هذا صديقه خطيه جاي تصل صار من بدر رمضان اليوم ما ادري حصل. نعم. عادي شارك. عادي. عادي طبعا وتحياتنا له. طيب خلينا نسمع صوته الحلو. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. اول شيء نقول لك الله يسلمكم. تحيه حب واحترام وتقدير لكم قواتنا الامنيه البطله والمضحيه بكل الوقت ومضحيه بنفسها
من اجل توفير السعاده لهذا البلد. شكرا لكم. اشكركم احنا بخدمتكم، احب العب وياكم انا. اي طبعا. يلا اسم الكريم. حسين عكموش كاظم الديوانيه. اهلا وسهلا بك يا حسين وكل اهل عندنا كربلاء وديوانيه، شلون اخوه لعد؟ طبعا من كربلاء للديوانيه. وهم قريبين. ان شاء الله ان شاء الله هو حي هذا مو وياه بالدوام. يلا تلعب ويانا فوانيس لا حروف. والله كيفكم انا ما اعرف اللي كيفكم بعد تساعدوني. ها يلا خلينا نلعب حروف، بما انه انت حسين حرف الحاء تنطينا خمس اشياء بحرف الحاء. حاحة. اسم حاحة. اسم حسين عاشت الاسماء. بعد نبات بحرف الحاء. الحاء حب. حب 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 شمسي قمر. حب هو من زهرة عباد الشمس، احنا نصيح لحب. يلا يلا بعد نعبر الكياها. نبات حب زهرة الشمس. اسم دولة حبانية. حبانية محافظة. مدينة الحبانية. مدينة احنا مدينة الحبانية. عبرنا حدود المحافظات والمناطق، قمنا نساعدكم على سبيل المدن ونسهل الموضوع لكم تدللون. والله مشكورين. يلا بعد بعد شنو السؤال؟ جماد. جماد جماد. اي جماد شنو؟ بحرف الحاء. بحرف الحاء. حايط. حصوة. حايط. حصوة. زين وهم حيوان بحرف الحاء. حيوان بحرف الحاء. حصان. عشت 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 ايدك. شكرا لاتصالك، واكيد انتم دخلتوا ويانا بالقرعه. تابعوا نهايه البرنامج ان شاء الله تكونون احد الفائزين. يلا ناخذ اتصال اخر نقول الو. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. حياك. احمد محمد فرحان. احمد محمد فرحان. يوم الشباب النور. صديق البرنامج. اهلا وسهلا بك يا احمد محمد فرحان وكل الهلا بيك. كل الهلا بيكم. يلا الله يحفظك. شو نلعب؟ نلعب فوانيس، نلعب احرف، نلعب محابس، ومن وين انت؟ انا من الفلوجه. اهلا وسهلا بك. حيا الله للفلوجه. اهلا بيكم. يلا احمد مو احمد؟ نعم. شو تختار لعبه؟ والله بكيفك انت. كيفك انت؟ انت اللي عجبك، انت تفصل وحدك. البيت بيتك. والله انت اللي تشوفونه قولوا لي عليه. زين زين. فوانيس. يلا فتقدر تتابعنا من الشاشه. اي بس بعيد عن التلفزيون. والله بعيد عن التلفزيون. يلا نلعب احرف. يلا احرف. هي سهله. يلا احمد حرف الالف. ها شلون رهنت علي الاحرف؟ والله كل شيء معروف به. زين اوكي. زين سهله. اذا صعب عندنا صفنا هاي. زين اوكي. اذا صعب عليك هذا الموضوع ايش تختار لعب؟ اقول لك كلمه. ايه اذا قدرت تقولها. خل اقولها انا اول شيء. اذا قدرت تقولها ايه تدخل ويانا القرعه، واذا ما قدرت تقولها شو تسوي؟ والله شو اسوي؟ انت حد ما قبل ما تسال. قبل ما تسال احمد اني ارد اعرف نفيسه شو اخبار هدومها؟ ها سمعتيها. يقول لك قميص نفيسه نشف. هاي ولقيت خاطر ربط. ها شوف يا والله ما دبره. قميص نفيسه نشف. يلا قولها حتى لو ثلاث مرات. قطع الاتصال بعدنا. يلا دخل اسمه ويانا طبعا دخل اسمه القرعه. انهزم هو. اليوم الحلقه برعايه قميص نفيسه نشف. اليوم الحلقه برعايه نفيسه. اليوم نفيسه. يلا ان شاء الله تنشف. هبه شو قوليها؟ قوليها هبه. قميص نفيسه نشف. لا بسرعه هبه مرتين. زين ناخذ الاتصال. ينقطع الاتصال. تجاوبني على السؤال. شنو اليطغ؟ اليطغ؟ ايه لا جاوب. اليطغ اعرفه اعرفه. اجاوبك هسه. اجاوبك هسه لورا الاتصال. بس اذا غلط. لا اوكي اوكي بس اي اي اي. يلا يلا. لا لا خل هيك هيك اسوي. هيك اسوي. انا ما خادم عسكريه. بس هاي اهل قبل يسولفون لنا هيك. خل اسوي هيك للسبحه واسولف لك. هاي اهل قبل شو يسولفون لنا؟ يقولون يابا من يخلص الواجب ناخذ يطغاتنا ونرد لاهلنا. يعني شنو ناخذ فرشنا ونرجع وهيك على شرط هيك اسوي بالسبحه هيك. بس من رخصتك. بس من رخصتك. هيك اسوي بالسبحه من اجاوبك. والله الجواب غلط. بس يطلع اوقف اوقف ماكو يطغ لاخ. ايه بالمحرك. عادي اكو يطغ لاخ بالمحرك. بس شنو شنو وظيفه اليطغ بالمحرك؟ والله عاد هذا من نصيراني في ترتي ان شاء الله بالمستقبل القريب. لعد انت لعد انت انت اي زين يطغ استاذ محمد لو سمحت. لو سمحت زين اليطغ. اليطغ باللغه العربيه الفصيحه. نعم. ما هو؟ هسه نسال استاذ محمد. الحزام. والله التحزام للظهر خوي. ناخذ اتصالات في اخر ونقول الو. يلا الو. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. والاكرام. كريم عليكم. شلونكم؟ اهلا وسهلا.
من ويانا؟ يعني من بداية رمضان لسه متابعتكم ويعني أحاول أشارك وقوة حصلت. شاكرين متابعتك. أنت شاركتي وحصلتي وحتفوزين طبعا. بس من وين ومن إن شاء الله. من بغداد، اسمي حوراء مجيد. أهلا وسهلا بيش حوراء. حوراء حوراء تمام تمام. إذا تسمعيني حوراء لو مدى تسمعيني؟ لا لا أسمع أسمع. زين تلعبين يا عزوز لو وياي؟ وياكم وثنينكم. بطل ثاني ما تدخل بهاي الامور العائليه. لو يي لو يا عزوز وياكم. اختار اختار وياك. يلا يلا بس ماشي حوراء ماشي. حوراء حوراء شنو؟ حوراء مجيد. حوراء مجيد ايش؟ حوراء مجيد عبد الكريم. يلا حوراء مجيد عاشت الاسماء. حوراء انت بما انه اختاريتيني ودائما اللي اختارني هو الرابع حروف. اختار حروف. لا لا ما حلعبش. تخيلي اني راح اقدم لك كوبون بقيمه 100,000 مقدم من مركز فيولا للتجميل والليزر. طبعا ويا هبه. طبعا طبعا. شكرا جزيلا حبيبتي نورتينا. بس ما يخالف همي انا احب اشعرك. اي تامرين امر. هسه انت كيف تتدللي؟ هسه العب شاني وعزوز. يلا العب واني مرتاحه فايزه لي قدام. يلا ايش تلعبين؟ ان شاء الله ماكو خسران. حروف. يلا اختاري الحرف اللي انت يعجبك. انت غلط تقولي لي حرف الميم. يلا الميم. حرف الميم. اي حرف الميم. اسم اسم محمد. محمد بحرف الميم. محمد. لا محمد بحرف الميم. نبات موز. حيوان ماعز. ماعز. جماد مرايه. عافيه. دوله موريتانيا. دوله موريتانيا. تصفيق تصفيق. شكرا لاتصالك. زين خلينا نذكر عزيز جوائزنا مره ثانيه. طبعا اليوم جوائزها حتكون مقدمه لانه انا قلت لعبتنا نار يعني اليوم الجوائز بها اختلاف. صحيح. زين زين يلا. طبعا انا مدى اسمع كنت بالبدايه لان شلون اكو ضوضاء بالكونترول. زين نذكرهم بالجوائز يا هبه. سمعت قبل شويه؟ لا طبعا نذكرهم بالجوائز يا هبه. بالضبط. مركز فيولا للتجميل والليزر كوبون بقيمه 100,000 وكوبونين بقيمه 50,000. مركز ريفورما للتجميل والليزر اليوم قدم لكم ثلاث كوبونات. كوبون 100 دولار، كوبون 50 دولار، والكوبون الثالث ايضا 50 دولار. بالاضافه الى ذلك عياده جيتار اليوم جائزتها 200,000 دينار عراقي لطب الاسنان. بالاضافه الى ذلك شركه الروشه للسفر والسياحه قدمت لكم تكت سفر داخلي. يعني تروحون بها الاحد اماكن اقليم كردستان. بالاضافه الى الجائزه الكبرى 7 مليون دينار عراقي مقدم من قبل شاشه قناه زاكروس الفضائيه. شنو رايك انت لو تتصل تاخذ الاتصال وانا اجيب شغله واجي خل اروح ولا عداني باي. انت روح وانا اروح. باي باي. احنا هنخش من هنا وانا حخش من هنا ونتمسك هنا. اوكي شكلك فاهم يا نصطه. طيب ناخذ اتصال هاتفي اخر ونقول الو. يا الو الو الو. هلا ومية هلا. يلا تعال ساعدني دخل مسكنا هنا. هلا يعني هلا بيك هلا بهبه مره ثانيه. صدق كذب هبه. لا لا انت ما عليك بال 7 مليون بس. شنو هالزحمه؟ دقيقه دقيقه هبه. الو وياك وياك. احنا هم وياك. احنا نضيف نفسنا. نضيف نفسنا. يسرى يسرى. شلون منو منو؟ يسرى نعيم فاضل. يسرى اهلا وسهلا يسرى. يسرى اسمك الكامل؟ يسرى نعيم فاضل من صلاح الدين. اهلا وسهلا بيك يسرى وباهانينا اللي تابعونا من صلاح الدين. وهلا شنو هذا؟ هذا عصير نومي بصره. نومي بصره. وهاي الموالح. وموالح. ايه. نخليها هنا؟ لا انت ليش ما خليت الموالح هيك من هناك حتى تاكلها وقريبه عليك؟ اي والله شو انت ما تريدين؟ لا انا هاكلها. اي نسينا يسرى يلا يسرى. يلا الو يسرى. اي يسرى. يلا تفضلي ويانا يسرى. وياك عيني شلونك عيني؟ هلا وحبيبتي. الله يسلمك قلبي. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا. قلبي، من وين تتصلين يا يسرى؟ من صلاح الدين. والله حي الله اهل صلاح الدين. اهلا بيك. شفطرتوا اليوم؟ خير من الله. الف عافيه والله يديم النعمه يا ربي عليكم. يلا ايش تلعبين؟ فوانيس لو احرف. شو اقول فوانيس؟ يلا نلعب فوانيس. انا اقوم لو انت. لا يلا اثنيناتنا. يلا. عزوز هسه قام يخيرني اني لو انت تريد ياكل. كيف تشبه؟ خذي راحتك خذي راحتك شبه. اخذ راحتي؟ خذي راحتك. يلا هني وماري. يلا لعبتنا نار ونبلش بالفوانيس. يلا عندنا 8 فوانيس. هسه شنو؟ ان شاء الله. خلي اجاني. يلا. يا الله. لا لا ابقى ما دام سويت هاي الحركه. ايه ضامين لك سؤال. والله العظيم. يلا 8 فوانيس يسرى اختاري.
رقم 7. 7 يلا. شلون العصير؟ والله عاشت ايدي. ممتاز، فول عاشت ايدك والله. اللي ما يذوق عمره خساره. اها، عندنا ذكريات، انت اذا تشاهدينها هاي الموجوده بالصوره منو؟ يمكن تطلع بعد ما شفتها. هسه شفتيها؟ سعدية الزيدي. الله. الفنانة القديرة. الله. بطلة. شكرا لاتصالك. شكرا لك يا يسرى، شكرا لمشاركتك واكيد دخلتي ويانا بالقرعة. بالمناسبة هبان اليوم جايب لك زبيب هم. اي شفته. ها؟ شفته بس قلت لهم لا خلينا نشرب من البصرة. نشرب من البصرة؟ يلا ناخذ. الو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام، اهلا وسهلا. رمضان كريم. الله اكرم عليك وعلينا. من ويانا؟ منال سلام. منار؟ منال سلام. منال صديقة البرنامج. انت متصلة علينا قبل منال مو؟ متصلة بس ندري. انت من بغداد؟ اي نعم، من زيونة. من زيونة، اهلا وسهلا بك وباهالينا اللي بزيونة. يعني قريبة على فيولا. يلا قريبة على فيولا. انت اخذتي كوبون بقيمة 50,000 دينار مقدم من مركز فيولا للتجميل والليزر. تاخذي كوبون وانا اخذ موالح. شكرا. شكرا. عفوا عفوا عفوا، حب كبير. شكرا. احنا سريعين بالهدايا، كل شيء سريعين. كريمين احنا، كلش كريمين. ها عزة شلون الموالح؟ فول زعتر، ذوق الزعتر. يلا اخوكم عزة. يلا الو ناخذ. الو. حرامات ملابس دشداشة بيضة هو اليوم. لا لا لا، يعني أنا جايبته. وي 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 وي، شوفوا شوفوا. أبو مواني خوش ولد. زين. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، من ويانا؟ وياي أنمار من بغداد. منو؟ صح. ألو. من ويانا؟ وياك أنمار من بغداد. اهلا وسهلا بك أنمار. سلوان. أنمار لو سلمان. سلوان. أنمار 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 أنمار. أنا أسمع سلوان، اكو خط ثاني. أنمار. اهلا أنمار. شنو؟ أنمار صفاء. اهلا وسهلا بك. يلا أنمار ايش تلعب؟ والله احرف. 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 أنمار ليش ما اقول لك هاي الكلمة الصعبة؟ تقدر تقولها؟ لا لا يا معود على بختك اليوم. جرب عزوز. جرب. حيل حاب نفيسه. جرب جرب داعتي. لا لا ما دبرها وداعتي. جرب جرب جرب. دخلنا على بحر. انمار انمار حباب. جرب. اذا قلتها خمس مرات سريعه. اسمع 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 اسمع، اذا قلتها خمس مرات سريعه تربح ويانا تذكره السفر. شنو هي؟ قميص نفيسه نشف. انا ما اقدر اقولها. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نفيسه نشف. هو هاي بس سريع. اي قميص نفيسه نشف. لا لا بسرعة. ما ادبرها بدعتك. تذكر السفر. حاول حاول. لا بس خلت دخلت بالقرعه. انت انت دخلت بالقرعه. شكرا. وهم حتى تروح شنو سفره على العيد. دخلينا العب هسه احرف. ابداعت نفيسه اللي تقول لنا اياها خمس مرات. قميص نفيسه نشف. عمي ثلاث مرات. دا عزوز خمسه. خمس مرات. قميص نفيسه نشف. اي خمس مرات. خمس مرات. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. اي قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. بعد اثنين. لا شنو؟ لا تعيد. لا لا ما مو 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 صبر. اي ما لا يعني قلتها سريع حسب اللي قلتها. بعان شلون راح اقولها؟ بس كون ما اغلط فيها. لانه اذا اغلط فيها غير. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. قميص نفيسه نشف. غير متدرب عليها. انا يعني ما متدرب عليها، البارحه عرفتها اليوم قلتها. حتى ما صار لي 24 ساعه. يلا خمس مرات. قميص نفيسه نشف. 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 لا والله بطل. حتى المتصلين مالتنا اخويا شنو؟ حبيبي حبيبي. دت شطين دت جس. وقفت بالدال. يلا انمار انمار ناخذ اسمك المره الثانيه الثلاثي والف مبروك لك. تذكر السفر مقدمه من قبل شركه الروشه للسفر والسياحه. الف مبروك. انمار شنو؟ انمار صفاء من بغداد. تمام شكرا لاتصالك. شنو تذكر السفر داخليه تروح احد اقلام اقلام احد طبعا انا لانه دغششون عزوز فانا ادوق الاسئله منهم. لا شنو؟ تبدلها بغير شيء؟ شو تبدلها؟ لا ما يصير. تتنازل عنها؟ اوكي تبدلها ما يصير.
تمام. المباع لا يبدل ولا يرجع. اي فانت تريد تستغني عنها تدخل بس بالقرعه as you like مثل ما تحب. تحب تاخذها الف عافيه. يلا هاي نعم نشتغل. شلون ندلل المتصلين؟ نشتغل بالas you like. يلا شكرا لك. يلا دتشة طين ودتشة جص خمس مرات بسرعة. دتشة طين ودتشة جص دتشة طين لا 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 ها هبة ها عزيز زين هبة اي خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل خيط يلا خيط حرير على حيط لا خوب هبة نسوي الموضوع كله سلو موشن وعلى كيفنا خيط حرير ونقضي الحلقة كلها. أنا هيجي أنا إنسانة هيجي أتكلم ناخذ الو اوكي حقك يلا الو اي طبعا شنو احنا اكو فد ناس ردناهم عون طلعوا فرعون يلا الله كريم يلا مو مشكله الو الو اللهم لا شماته ما تدرون ايش يصير بالكونتر على التسعة. يلا ناخذ الو هبة طبعا شنو حتى المتصلين يفهمون اللعبه اللي صارت كنترول صاير قسمين جماعه عزوز وجماعه هبة فهم دي غششونا بالاسئله بس انتوا تعرفون مستوى الاسئله شنو دي وصلنا يلا ناخذ الو عمي لا تغششونا مساء الانوار اهلا وسهلا وياكم عزاز آزاد من صديق البرنامج من نتهوك أهلا وسهلا بك آزاد شكرا شكرا هلا بيك شنو أخبارك آزاد شو فطرت اليوم الحمد لله كل شيء تمام يلا آزاد شنو فطرت اليوم إيش فطر ما شباب ها نسيت الفطور نسيت الفطور آه يسأل الشباب إيش فطروا خير ما راح نقدر نسألك سمعنا لا دجاج عزاد هسه احنا سالناك على الفطور اللي هو صار قبل ساعه ونص ساعتين وانت ضيعته اذا ناخذ وياك فقره اسئله ايش راح تجيب العيد انت اي والله عزاد نعم عيني عزاد قميص نفيس انا شف والله سهله بسرعه اقولها حتدخل القرعه اليوم شلون بسرعه ذي اليوم موتنا بنفيسه قميص نفيس انا شف لا هاي صعب علي خلي واحد ثواني تحسن بس لا تسمعي صور يلا ازاد انت دخلت ويانا للقرعه شكرا لاتصالك عزوز منو نفيسه عفوا ها نفيسه منو اللي قميصها نشف اي ومنو هي هاي شو مدريني مأثر بيك نفيسه والقميص والله طبعا سؤال عصيري الله يطرح بالبركه هو وشامي والله ما شاء الله كل ما اشرب يزيد كل ما اشرب يزيد ما شاء الله ما شاء الله يلا ناخذ الو الو نفس طيبه طبعا عرفتي عليكم السلام هلا. وياكم محمد محمد اي نعم محمد محمد من وين محمد من ديالى اهلا وسهلا بك محمد محمد اليوم هاشتاج حلقتنا قميص نفيسه لا هذا قوليها قميص نفيسه نشف خمس مرات تقول لنا اياها اي نعم قميص نفيسه قميص نفيسه قميص نفيسه ما ينشف قميص نفيسه غير نسمعها كاملة زين أنا راح أذكرك بالجوائز المقدمة اليوم مرة ثانية جوائزنا إذا تسمعنا ويانا يا محمد جوائز مقدمة من قبل مركز فيولا كوبون بقيمة 50,000 لين راحوا كوبونين مركز ريفورما للتجميل والليزر كوبون قيمته 100 دولار كوبون قيمته 50 دولار وأيضا كوبون ثالث قيمته 50 دولار تذكرة السفر والسياحة من شركة الروشة أيضا راح لكن كان هو موجود معنا بالإضافة إلى عيادة كيتار لطب الأسنان كوبون بقيمة 200,000 دينار عراقي هسه تقول لنا قميص نفيسة نشف بسرعة خمس مرات بسرعة. يعني نسمعها بصورة واضحة مو قميص نفيسة وتوخر التليفون قميص يعني نفيسة وتوخر محمد قميص نفيسة يلا بس سريع سريع قميص نفيسة نشف 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 قميص نفيسة لا غلط 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 مو غلطت والله يعني يا ريت تحدث ياكم بالقرعة يلا محمد ديالة انت بس اسمك الثاني محمد ايش محمد حسن علوان ها محمد حسن علوان محمد حسن علوان تمام يلا شكرا نعم. شكرا لك شكرا لاتصالك ناخذ اتصال اخر ونقول الو محضر عزوز الو الو الو
الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، من ويانا؟ سعيد حبيب حسن من صلاح الدين. سعيد حبيب حسن. سعيد حب سعيد شنو؟ حميد حسن. اها سعيد حميد، اهلا وسهلا بك يا سعيد حميد من صلاح الدين. اهلا وسهلا بك انت وصلاح الدين. يلا اهلا وسهلا بكم. يلا تلعب ويانا لو تدخل مباشره على القرعه؟ والله انا استوني فاطر مباشره على القرعه. يلا الف عافيه ما بي حل يعني. يلا شكرا على اتصالك. يقول اي والله. اي انا رحم الله والديك. هلا وعين. اهلا وسهلا بكم كل يوم. هيش وكيل الساعه 9. خوش خميس خوش حوش. ايش انت تقولها عدل؟ خوش بس طيب مجال. خوش خميس خوش خميس خوش حوش. خوش خميس خوش حوش. ايدها. خوش خميس خوش حوش. 10 مرات تقوليها. هبه خومك شيء. هبه اذا تقوليها ثلاث مرات. خوش خميس خوش حوش. خوش خميس خوش حوش. هبه مو هيك. ما هيك عيني. هبه مو هيك. هبة مو هيك. يا با اجتك تذكرة سفر من تركيا 10 أيام. انت سافر بيها مارد. دتشا جوز الى تركيا عزوز. هذا تحدي على الهواء من الكنترول مو مني من جائزة. ها. 7 مرات على السريع. بعد 7. ما يعني لا هي 6 لا هي 8. لا سيحبوا الرقم 7. انت ما عليك. اول مقدم الجائزة لحرية الاختيار. يلا. دتشا طين دتشا جوز. اي 7 مرات. أو قلبك زين ما تتكسفش. يلا هبه بس طيب مجال معك راح تحدي. يلا هاي يعني ناخذ الو فعني. يا الله يلا ناخذ الو. ناخذ الو. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، من ويانا؟ هلا وهلا وهلا وهلا. كلش ممكن. الو 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 دا اسمعك. انا هم دا اسمعك، من ويانا؟ انا اسيل من ديالي. أسيل من ديالة؟ اسمك الثلاثي يا أسيل؟ أسيل سلام جبار. أسيل سلام جبار، شلونك أسولة؟ الحمد لله، أنت شو أخباركم؟ أسيل، أنت من شو كنت متابعة البرنامج؟ من زمان متابعته من بداية رمضان. برتقال ديالة شو أخباره؟ كل زين. فطرتوا اليوم ورا الفطور شربتوا عصير مال البرتقال ديالة؟ الحمد لله. ألف عافية. يلا تلعبين وياي لو يا عزوز. بقى عزوز دا يذاكر دا يذاكر دا يدرس دا يحضر. يلا عزوز. عزوز عندنا مشتركين. يقول ليش خميس الخباز خباز خميس خبزات. بقى عوف بقى عوف النفيسة وعوف الخميس وعوف الخباز. عندنا متصلة، من ويانا مرة ثانية؟ أسيل. أسيل اسم شو الثلاثي؟ أسيل سلام جبار. أسيل سلام جبار. يلا أسيل تبع تلعبين وياي لو يا عزوز. عادي يسكم. شان ويا منو؟ عادي كيفكم؟ عادي لا كيفني. لازم تختاري. ويا ويا من؟ ويا انت. ويايا لعبيها. بما انه ويايا اني اقول لك الف مبروك، انت فزتي بجائزه مقدمه. فشتي 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 من ورا نفيشه ونفيسه وانه اخواتها وكان اخواتها. هل قد معزوز جايب لنا اشياء اليوم؟ انا قلت والله اغلط من الحكي، ساعه يجيب لي خميس وحوش وخوش، ساعه يجيب لي نفيسه وقميص. هسه ام حضرت لك شي دقيقه. هسه نرجع وياك يا اسوله. اسمك الثلاثي، الف مبروك فزتي. تمام شباب الكنترول اخذتوا اسمها، وهي فائزه ويانا بجائزه قيمتها 200,000 دينار عراقي مقدمه من قبل عياده جيتار لطب الاسنان. ألف مبروك عليك. ناخذ اتصالات من السيدات الجميلات الأخريات والشباب الرائعين الممتازين. على راسي والله كل الشباب. ايه. يلا ألو ألو ألو. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام والإكرام. هذا سجيل ساكت من البصرة. حياك حيا حيا الله علينا بالبصرة. الله يحييكم. الله والديك. الله يحفظك ويبارك فيك. اسمك الكامل؟ علي تجيل ساكت من البصرة. علي شنو؟ علي تجيل ساكت من البصرة. والله بصراحة يعني مدى أسمع الاسم الثاني بصورة واضحة. علي تجيل ساكت من البصرة. سديم. علي سديم. أوكي. سديم. زين. سؤال الحلقة وياهم. سؤال الحلقة. أول يوم بالعيد شي. شنو رأيكم بالبصرة؟ شي ترايقون بالبصرة ولا أيام العيد؟ والله زين الحمد لله. أنا أدري والله زين الحمد لله. علي. نعم. أول يوم بالعيد عندكم أكلة مشهورة وتقريبا أغلب العوائل ياكلوها بأول يوم العيد، شنو؟ مصموطة. قال مصموطة.
انت تاكلها تحبها؟ اي والله كلها بعد احنا تحضرنا منها. اي ايش حضرتوا؟ مصموطه. مصموطه؟ شو حضرتوا لها؟ شلون حضرتوها؟ اني يبسها من نهايه الشهر. الف عافيه. بس الاسم رحمه والديه علي سديد جاسم من البصره. علي سديد جاسم من البصره، حي الله اهل البصره واهلا وسهلا بك يا علي، نورتنا وشكرا لاتصالك. ناخذ الو اخر. اتصال هاتفي اخر ونقول الو. هبه صفحه 7 صعبه. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة 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 سبعة. يلا ألو. أنا لك عزوز. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. رمضان كريم. الله أكرم. حياتي حياتي. الله أكرم. من عوادي أجمعين. شنو هاي منورة الشاشة يا عمري حبيبتي كل الذوق. شنو هذا الجمال والعيون. شكرا شكرا شكرا. إن شاء الله على طول منورة. يعني إذا أسمع هالكلمات الحلوة كمية الحب الكبيرة ليش ما أنور؟ ليش ما أبو جاني؟ مو بس منورة إن شاء الله النجاح والتوفيق حبيبة قلبي. قلبي قلبي شنو هذا الحب؟ يعني أضوج؟ أضوج؟ زين أضوج أضوج؟ سمعوني؟ راح أضوج أني. زين أول شيء خلي أخذ الاسم. أنا راح أضوج. ها انت مضوج؟ طبعا انا ضجت. لا 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 والله ضجت. بس احنا لازم ناخذ الاسم. ما يخاف اشارك اسم بنتي. بس شنو تاخذين المستمسك وياك لما تفوزين؟ انت حتفوزين. رزان تراسي. رزان شنو؟ رزان تراسي. مدى اسمع رزان ايش؟ رزان تراسي. رزان فراس. يلا يا رزان انت اعطيتيني كميه حب ومعنويات وطاقة إيجابية بالمقابل أنا راح. هذه ما تستاهلين هذه شهادة بحقك يا روحي. بعد تسمعين عيوني إيش دستوي على الشاشة؟ أتبعون عليه. طبعاً أنتي فزتي بجائزة مقدمة من قبل مركز ريفورما قيمتها $100. ألف مبروك. صفق لها عزوز. حبيبي. طبعا اكيد الكنترول حيتوصلون ياش. طبعا مركز ريفورما للتجميل والليزر المرصور شارع نادي الصيد بالتحديد شارع المؤتمر الوطني. من قلبي دانك. في دول قلبك ان شاء الله على طول منوره الشاشه عمري. تسلمين. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. مع السلامه. الو. الو مساء الخير. مساء الانوار. انا عيني على عزوز دي طلع اسئله. يلا الو. مساء الخير. مساء النمار. حبيبتي منو ويانا؟ وياك زينب. اهلا وسهلا ست زينب. من وين؟ انا من شمال العراق. الله من اقليم كردستان الحبيب نورتينا. شلون الاجواء اللطيفه عندكم؟ والله الجو بارد يمنا. حلو يعني ما حاسين شويه بحراره الصيف ويا الصيام؟ لا والله لا والله بس بروده. الله عليك. احنا اربع فصول عندنا باليوم. عزوز طفان بس خلي اطمئن على عزوز. عزوز وين؟ ارجع نحن هنا بالاستوديو. شطين ودتجس. ها بعد تحضر الدرس. حضر راحت التذكره. يلا زينب. يا حبيبتي. يلا شنو تلعبين ويانا؟ ولا احنا نكتفي بسمع صوتك الحلو ونسمع اخبارك الحلوه؟ صفحه 7 صعبه. قولي حبيبتي. يلا تلعبين ويانا احرف لو تلعبين محابس. لو كلمات صعبه. لو كلمات تحدي الكلمات اليوم عندنا. والله ما اقدر. يلا خلينا ناخذ اسمك الثلاثي. زينب شنو؟ زينب زيدان خلف. زينب زيدان خلف. شكرا لاتصالك. دخلتي ويانا بالقرعه ان شاء الله تفوزين. يلا مع السلامه. باي باي. مع السلامه. اهلا. صفحه 7 صعبه. مو قلنا صفحه 7 صعبه. صفحه 7 صعبه. صفحه 7 صعبه. هبه مو هيك والله. عزوز عزوز. هبه مو هيك. صراحة 7 صراحة صراحة. استغفر الله رب العالمين. خلينا ناخذ اتصال. الو. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلا بك. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. استاذ عزيز شلونك؟ الله يحفظك مبارك بيك. انا حسن حلاق من 600 حاب اشارك وياكم. الله هلا. هلا وحسوني. شلونك حبيبي؟ حبيبي حسوني شلونك؟ شلونك؟ ستي شلونك ست هبة؟ عيون الست بخير الحمد لله. الله يحفظك. الله يخليك. شفتوا عزوز اليوم شلون حضر لي تحدي؟ بعدني ما داخله الاستوديو جايب لي نفيسه وياه. هاي دزيتوها وياه من 600. الله يحفظك. والله صار اسبوع عم اشارك ومدى احفركم.
سودة علي. والله أنا صراحة يعني عز علي لما أسمعكم تتصلون وما تحصلون. أيوة نتمنى أيوة كل المتصلين يأخذون حق بأول شيء دخول القرعة، وأيضا إحنا نقدم لكم جوائز. يلا حسن. حبيبي. قميص نفيسة نشف، تقدر تقولها؟ مصر اليوم على نفيسة. يلا شو أقول؟ قميص نفيسة نشف. ما تدلوني بيت نفيسة؟ والله والله صار عركة بحلقي ذا أقول. والله, والله صح، هو اليوم جايب لنا بس الكلمات أم العركات. والله ما أقدر. حسن. بس شيء سهل سهل. زين حسن صفحة السبعة صعبة. يلا باع. فالسؤال سهل. يلا بدي أقول لك صفحة سبعة صعبة. هي صعبة. سبعة صفحة سبعة. صعبة. صعبه والله صارت هوسه. سؤال سهل. سؤال سهل. زين شو توجه كلمه عزوز على هاي الاسئله اللي هذا اليوم بتشطينه. زين يلا حسين. حسن حسن حسن, حسن. اسمع اسمع هذا اسمع هذا شو تقول. دتشه جص. دتشه طين ودتشه جص. دتشه طين ودتشه جص. عافيه. اي شنو اي خمس مرات حسن. خمس مرات حسن. خمس مرات بس سريع سريع. والله وحده هو جبتها. يلا يلا حاول حاول. دتشه طين دتشه جبتها. دتشه 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 زين حسن انت بعدك ويانا؟ بعدنا وياك. بعدكم ويانا. يلا احنا بعدنا وياك وانت فزت بكوبون قيمته 50,000 دينار من قبل مركز فيولا للتجميل والليزر. اسمك الكريم مره ثانيه حسن شنو؟ حسن محمد قيس. حسن محمد قيس الف مبروك، دخلت بالقرعه وايضا كوبون من قبل مركز فيولا. شكرا لك. يلا ناخذ. اشكرك. شكرا حسن. 50,000 50,000. شكرا حسن. الو. بس عسى عسى عشان بقى عزوز حيموت. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. الله كريم. الله اكرم. حياك الله. ممكن اساله؟ ممكن طبعا ممكن. هاشمية محمد سعيد. اهلا وسهلا بيك يا هاشمية محمد سعيد. من وين؟ انا من سليمانية. اهلا وسهلا بيك كل اهل سليمانيه. يلا هاشمية طبعا شنو احنا دايركت حندخلك للقرعه ويانا ان شاء الله تكونين احد الفائزين بال7 مليون دينار عراقي. ممكن اخذ تشارك؟ اي ممكن. يلا يعيش بس تلعبين احرف لو محابس؟ لا احرف. يلا اختاري الحرف اللي يناسبك. حرف التاء. التاء. يلا صفاء. اوكي جماد جمال. ها هذا طبعا موضع حسن بعده. شنو الجماد ما بس ما وصلني. تاج. تاج صح. تاج زين. يا الله. دولة تركيا. تركيا صح. بعد نا شنو بعد. حيوان تمساح. صحيح. ونقشنكم اسم تبارك. شكرا لاتصالك. ممتنين تبارك. يلا بموضوع الكلمات الصعبة والله على قولة حسن صار عركة بحقي إذا أقولهم. أي والله. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. إي ممكن ونص. شمس قلبي صباح الكريم. حبيبتي الله أكرم علينا وعليك. يعني أنت تشوف متصلاتي إيش قد رقيقات. ترى متصليني هم. إيش قد عاطفيات. متصليني هم يعني. إيش قد يستخدمون كلمات بها حب. يعني مهاي النساء مواضع بيناتكم حبيبتي وقلبي وعمره يعني هذا يسموه صبغ. الله صبغ. ألو سمعتي؟ يلا هبة قوليها. ألو منو يانا؟ ألو ألو هبة. ألو
هسه الو لك الهم هبة سمكه مشويه وشي صار شيء يلا انت قولي 10 مرات ما اريد انا انسانه لما اجي اجيب الخير وياي انا هم من اجي اجيب الكلمات الحلوه وياي تقول لنا اياها بما انه تعبوا الكلمات انا هاي خلاص انا قلت انت كينج الكلمات الصعبه انا قلت كلمه مره واحده وهاي الله عليك بدي اقولها بعد مره ثانيه لخاطري قولها 5 مرات لخاطري سمكه مشويه وشي صار شيء 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 يلا الو 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 مرحبا اهلا وسهلا هلا 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 شو انا عرفتوني هلا هلا شنو يعني والله احنا نهلي بالكل انت ليش عصبي لا لا عصبي عصبي محمد علي زلزل الملقب بمحمد الشامي هلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مساء الخير ومساء العافيه مساء النور بس ما لم التلفزيون شلون هاي اهلا وسهلا زين شنو حتشارك ويانا اليوم؟ شنو مشاركتك؟ كيفكم؟ أغني؟ كلمة صعبة تغني؟ كلمة صعبة هبة شو تدرين يعني أدري؟ يلا غني لنا، شو تغني لنا؟ كيفكم؟ أنت شنو هسه أغنية جتي على بالك؟ تلتل علي الرمان نومي في زعلي الله هذا الحلو ما ريده ودوني ليلي وكل كان يا معلومات للتعظم شن وعد سيدي مرة ثانية اسمك الثلاثي من فضلك اللي موجود بالجنسية شنو؟ محمد علي مهدي علي محمد علي مهدي علي عاشت الأسماء وإن شاء الله تكون أحد الفائزين ويانا لهذا اليوم بجائزة مقدمة 7 مليون دينار عراقي يلا ناخذ اتصالات نقول ألو خلاص هني وماري والله ممتاز ممتاز عاشت إيدي طبعا احنا وصلنا تقريبا الى الدقائق او الثواني الاخيره من عمر البرنامج زين يلا طبعا شنو احنا مثل ما ذكرت وصلنا الى الدقائق الاخيره الشكر موصول لكل كادر العمل وايضا الشكر موصول بالاضافه الى كل من قدم الجوائز لحلقه هذا اليوم عياده جيتار لطب الاسنان 200,000 وايضا مركز فيولا وايضا مركز ريفورما وايضا شركه الروشه للسفر والسياحه شكرا لكل من رافقنا ايضا لهذه الساعه عزوز شفتي شيء تشابه؟ اي شنو؟ الالوان مو؟ زين هسه عزيز شنو؟ حتى يشوفون 7 مليون دينار عراقي زين طبعا الاتصالات شنو كان ختامها مسك اي والله يلا هبه تشطين انت تشجس ما بعرف اقولها هبه يلا هاك هات شبه يلا هات شبه يلا عزوز هات. يلا 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 اسحب يلا يلا اسحب عزوز اسحب يلا هبه يا الله هبه قميص هبه هبه قميص حمش خوش قميص يلا 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 عزوز يلا اسحب لنا ورقه اسحب ورقه يلا ان شاء الله فائزه او فائز لهذا اليوم منه ويانا رزان فارس فائزه اليوم رزان صفقه رزان فارس الف مبروك صفقه 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 رزان فراس رزان فراس ألف ألف مبروك فزتي ويانا بسبعة مليون دينار عراقي مقدمة من قبل شاشة قناة زاغروس الفضائية ألف ألف مبروك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله مساء سعيد مو نهار مساء مساء يا رب إن شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور والختام وصل معك يا عزيز شكرا لكم مشاهدينا حسن متابعة الأصغاء وشكرا مرة أخرى لكل الشركات الراعية لبرنامجنا الجميل شكرا لزميلتي هبة الجميل شكرا لك يا عزيز شكرا على العصير ألف عافية وسنزل نشرب زبيب وبعد أشياء يلا شكرا لكم مع السلامة شكرا